السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في قناه ميني دودو. النهارده عملت الكبده ولا بتاعت العربيات، جامده جدا من الاخر. ان شاء الله هتجربوها هتعجبكم جدا. يلا نشوف عملناها ازاي. يلا بينا. السلام عليكم، اهلا بيكم. النهارده ان شاء الله هنعمل الكبده الاسكندراني. طبعا مفيش حد ما بيحبهاش. عندي كيلو كبده متقطعه شرايح رفيعه، تقدروا تقطعوها شرايح صغننه خالص خالص، قطع صغننه يعني عصافيري بيسموها عصافيري، او تخلي الجزار يقطعه لك. عندي هنا نص كيلو فلفل متقطع برده شرايح عشان الكبده متقطعه شرايح، وعندي قطع ثوم حلوه كده، وعندي التوابل بتاعتي ملح وكمون وفلفل اسمر وكزبره. مش هحط اكتر من كده، ما بيتحطش بقى لا بابريكا ولا كاري ولا الكلام من ده. هي دي توابل الكبده بس. والثوم ده عايزه اقول لكم ان هو اخر قطعه ثوم عندي من اللي انا كنت مفرزاه السنه اللي فاتت. صراحه نفعني جدا جدا جدا. الثوم الجديد طلع وانا اشتريته وفرزته، طريقته سهله قوي، موجوده على القناه، هيريحكم جدا لو استخدمتوه بجد بالطريقه دي. هنروح على البوتاجاز بقى واقول لكم هنعمل ايه. هحط بقى في الكبه بتاعتي قطعه ثوم كده، وعليها شويه من الفلفل اللي انا مقطعاه، بس هفرمهم بقى وارجع لكم. اهي فرمتها بالشكل ده، ريحتها جامده. هاخد بس معلقه كبيره احطها على الكبده واقلبها، واسيبها بس 5 دقايق. طاسه على النار بقى احط فيها حبه زيت كده حلوين، بس كده. اول ما يسخن هقول لكم هنعمل ايه. يتسخن معايا هنزل بالتومه اللي انا حطاها، التومه اللي انا فرمتها مع الفلفل. ممكن ما تحطيش فلفل احمر، بس انا حطها عشان يدي شكل كده، لكن هي اساسيها فلفل اخضر. بس تقليبه واحده وهنزل الكبده على طول. لازم النار تكون جامده وعاليه عشان انزل الكبده ما تنزلش ميه. بس مش هقلبها دلوقتي، تاخد بس لون من تحت عشان المسام بتاعتها تقفل وما تنزليش ميه. هفضل اقلب فيها لغايه ما الكبده تلون معايا وتخش في التوابل، بعد كده هنزل التوابل. الريحه يا جماعه ايه، جباره. قبل ما احط حتى التوابل هنزل التوابل بتاعتي، ملح وفلفل وكمون وكزبره، مش هحط اكتر من كده. ما بتاخدش وقت خالص على النار عشان ما تشدش، يعني مش اكتر من 5 دقايق. عايزين تقطعوها صغير قطعوها، او خلي الجزار يقطعها لكم. دي كبده بلدي مش مستورده، بس عادي نفس الطريقه للكبده المستورده، هي هي. بصوا ما نزلتش ميه ازاي عشان النار كانت عاليه. بصوا يا سلام بقى لو في حته ليه تنزلوها في الاول قبل التومه تبقى جامده، بس انا اولادي مش بيحبوه. نزل الفلفل، ممكن تستغنوا عن الفلفل الاحمر زي ما قلت لكم، هي اساس الفلفل الاخضر بيبقى كتير. كيلو كبده ممكن تحطوا له نص كيلو فلفل، لو نص كبده تحطوا ربع فلفل. يطرى بس الفلفل معايا وخلاص هطفي. اسهل اكله واسرع اكله تقدروا تعملوها. طبعا قيمة غذائية كبيرة جدا للكبدة زي ما انتوا عارفين. خلاص كده انا هطفي عليها سخنية، خليت الفلفل يطرى معايا اهو، احنا مش عايزينه يختفي، هو بيبقى باين كده فيها وبيبقى جميل. ما اقولكوش حلوه قوي. بس خلاص هطفي عليها بقى. اخر خطوه بقى بعد ما طفيت، عصره ليمونه كده كبيره حلوه اهي عليها، بس كده هقدمها بقى واوريها لكم. نغرف بقى الكبده بتاعتنا الجامده دي، شوفوا
ياه ياه ياه، وإلا الصوص ده بقى، إلا الصوص ده. تقدروا تاكلوها طبعا مع مكرونة، مع رز، في السندوتشات، لو سندوتش بلدي بقى كده، وتقسموه نصين وتقوموا بقى عاملينه بالكبدة وسلطة الطحينة. ايه مقولكوش على الروعة والجمال. ادي الكبدة بتاعتي اهي، وادي العيش اللي عملته. هعبي بقى السندوتشات. طبعا الراجل بيحط ايه حبة مفيش يعني، بس احنا ايه عشان في البيت فهنملى، هنملى السندوتش. ريحتها قلب الدنيا، ريحتها قلب الدنيا، ما اقولكوش على جمالها والله. جربوها، سهله قوي، ما خدتش وقت خالص، ولا السندوتشات كمان خدت وقت. وكده اكون خلصت الاكله بتاعتي، خلصت طريقه الفينو، سهله قوي وبسيطه. هنزلها في فيديو، والكبده هنزلها في فيديو تاني عشان الفيديو ما يكونش طويل عليكم. اتمنى تجربوها، سهله قوي قوي قوي، ومناسبه للحاجات الايه السريعه، نخليها عندنا في الفريزر، واي وقت ما عندناش اكل نطلعها ونعملها بسرعه، ما بتاخدش وقت خالص. طبعا معاها بطاطس محمره، معاها مكرونه، معاها رز، اي حاجه اللي تحبوه، مغذيه جدا طبعا للاولاد، ومعاها سلطه الطحينه الجميله بتاعتنا. طبعا الطحينه انا عاملاها قبل كده على القناه، وسهله كل الناس عارفينها يعني، ما فيهاش اي مشكله. جربوا الطريقه دي، ان شاء الله هتعجبكم، واشوفكم في فيديو جاي. سلام عليكم.